حفظك الله. أشكل عليه مسألة استدلال أهل السنة فردهم على المعتزلة مسألة عذاب القبر النعيم، فإنهم يسجلون مثلا في المنام في الإنسان في نومه كذا يحصل كذا، فردهم على المعتزلة. يا شيخ حفظك الله، يعني في فرق بين المنام أرى يعني والله أعلم، وبين مثلا عذاب القبر. الله يكفى الأنفس حين موتها ولتنبذ الموت في منامها، يعني كيف استدلوا على السنة في ردهم على المعتزلة في المنام خاصة؟ استدلوا على أن هذا ممكن أن يجد إنسان عذابا ونعيما وهو لم يتغير، لأن أولئك قالوا كيف نثبت عذاب القبر ونحن نجد الرجل إذا تفناه اليوم جينا من بكرة وجدناه على ما هو عليه. لا يلزم أن يتغير الجسم، لا يلزم أن يتغير الجسم، العذاب في القبر الأصل على الروح، لكن قد تتصل بالبدن. كذلك المرائي في المنام هي للروح والله، لكن مع ذلك ربما يتألم الجسم. ولهذا تجد الإنسان إذا رأى ما يكره في منامه تجده يطلب ويتقلق ويقول والله الليلة هذه نومي مو بزين. نعم، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح إنه أحيانا يعني يجد الإنسان إذا رأى في المنام أنه قد ضرب أو ما أشبه ذلك يجد أثر الضرب على بدنه. فهذا مثال تقريبي، ولا ما في شك إن فرق بين المنام وبين الموت، يعني ما يجده الميت من سرور ونعيم أو عذاب وعقوبة أشد وأشد مما يراه النائم. شيخ بارك الله فيك،